يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز لعن الكافر المعين وإن كان غير جائز؟ فما العلة في ذلك؟ هذا محل خلاف بين العلماء، والعلة في من قال إنه لا يلعن يقول لأنك لا تدري ماذا يختم له، ربما يتوب إلى الله ويموت على التوحيد فلا تلعنه. الله الرسول صلى الله عليه وسلم لما لعن ناسا من المشركين الذين آذوا المسلمين، اللهم لعن فلانا وفلانا، قال الله جل وعلا ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذب. وقد تابوا الذين لعنهم رسول الله، تابوا وحسن إسلامهم رضي الله عنهم. نعم.